السلام عليكم يا جماعة. التعليق ده قال لي شنو؟ ما تعملي فلتر وتغشي الناس. في فلتر؟ وين الفلتر؟ ثواني بس خليني أحط الفلتر بالأول. أها كده حطيت الفلتر، شايفين؟ أهو ده الفلتر. تاني حاجة يعني قاعد نغش الناس بشنو؟ نخلي الناس التانيين ما في ولا واحد ولا اي زول اتنمر قال لي انت عملتي فلتر ولا كده. انت اللي قلت انا قاعد نغش الناس، قاعد نغشك انت في شنو؟ على فكرة يا حامد، ولا اسمك احمد حامد مش عارف، ولا تكون نسيت انت اللي قاعد تغش الناس. اختي شروق بترجاكي ساعديني، انا من اريتريا، ابوي مسجون بقاله كم سنين، مش ده انت؟ لما تخش التيك توك ويجيك كده فيديو ما تخش